القدر الصاد والحر لا ما يموت يا ثور المحتل يا الجزائر يا القدر الصاد والحر لا ما يموت يا ثور المحتل يا الجزائر ثور المحتل هذا العادي وانتل هيطرد هالكيان ابن الجزائر جزائر يا جزائرنا فخر فلسطين وفخرنا جزائر رد برد الجبل العالي تهدى محتل والله ترده يا الحمد لله حين كنت لي بيلوت ارجيريان يعني صقور الجزائر لقوات الجويه الجزائريه ومن هذا المنبر نتحي لهم بيسك عشت تجربه مع خاوتنا اللي يحبوا بلادهم ويحبوا القضيه الفلسطينيه يعني قعد على عزيمه البيلوت حتى حبط في مطار صغير واللي كان موه الحمد لله حبطنا الاعانات طاروا طياره تاعنا بعد ربع سوايع ضربوا برج المراقبه صاهينا قال لهم خطانا هما كيشوفوا الاعلام تاع الجزائر يحكمهم الارتعاش في قلوبهم ان شاء الله نتمنى الدوله الجزائريه ترسل الفريق تاعنا انا كقائد فرقه البحث والانقاذ باش نروحوا نساندوا اخواننا في فلسطين ان شاء الله يا ربي يا ربي خلونا ندخلوا ما دخلناش نقدروا ندخلوا تحت الانفاق الانقاذ او الشهاده شوف تلحق حتى للبير وما تشربش صعيبه بزاف تقعد تحرق لك في قلبك تولي تعاود تخرج لاراش تاعك في الخدمه في المساعدات في نقل الاخبار الصحيحه على اخواننا في غزه بيسك الناس راهي تموت بزاف وراه كاين تعتيم اعلامي انت طيارات باش دير لهم برياج ويدور ثلاثة خطرات أربعة خطرات باش يشوف المطار الحمد لله اللي عندنا صقور كي نقول لك صقور أنا عشت تجربة في سوريا معهم لي بيلوت أرجيريا وعشت تجربة معهم في فلسطين عندهم عزيمة ما يوليش للور حتى يحط بالطيارة والحمد لله رب العالمين قلت لك مادا بينا الشعور تاعي اللي كان من جهة إخواننا أنت تشوف 40 كيلومتر خوتك يموتوا وأنت ما تقدر تدير والو جسمي كان عاني وأنا عاشق أوطاني تراب الأرض يعرفني في فلسطيني أرسل شوقي للثائر جبال العالي الجزائر عالعدا غاير غاير يا ابن الجزائر تحياتي لكم من قلب فلسطين أخوكم اليوتيوبر إياد أبو الأصفر فلسطيني وعاشق أرض الجزائر.